فريلانس يعني جوج هما اللي تخلص وجوج وتكون عندك الدخل ديالك. وكيفاش غتثبت معنا الدخل؟ هذا هو الاشكال. تعطيو اللي بغاو. انا نقول هكا انا شجاع كذا بصح تعطيو اللي بغاو. واحد انت كيفاش غتثبت عليا انا اللي دويا؟ كيفاش غتثبت بان هذا السيد المدخول ديالو هو هذا؟ اذا خصك انت تمشي تجيب قانون اللي تيمنع حق شوف تمشي تجيب قانون وتكتبها في قانون مدونه النشر وما غادوش يقولوا لانك عندك الصلاحيه والاطلاع على التحويلات البنكيه اللي تجيني وتجي تجيك. هذا هو اللي بغينا نعرفوا بان هذا هو المدخول ديالك للصحافه. اش خصنا نديروا؟ خصنا نشوفوا الكونت ديالك البنكي رسمي التجاري ماشي اسمي كراد مازال من البنوك ولا الله يجازيكم بخير عطيونا نقولوا الفيديو واش مقبوله قانونيا؟ غير مقبوله لان المحايات خاصه لا يمكن اي شخص ان يطلع الا بمقتضى قضائي سواء بالنيابه العامه او الانتخاب. رجعوا له وبالتالي ليس هناك للاسف ليست هناك حمايه تجتماعيه. انا متفق ولهذا احنا يعني كمنظمه نميز بين الممارسين. يجب تضمين القانون الممارسين هناك مهنيين وفق قانون الشغل بروفيسيون مهنه وكاين يعني المنتسبين او الممارسين الذين يمارسون عن حب او حبا لحريه التعبير او التعاون. انا باغي نشتغل طابور في المشكل عندك انت هذا هو الذي تنقولوا احنا هذا الشعار. انا باغي نشتغل طابور المشكل ما عندكش من غير مارس حريه التعبير ديالي. انت قصيتيني انت صرتي الباكورا وهزمتي من الدستوري الا وهو حريه التعبير والحق الموجود مع المعلومه اللي تكلم عليها هزينا هذه الصحافه والوطن سلام لا 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 هذه الصحافه والوطن وشكرا على الحضور ديالك كنتمنى ان شاء الله يعني تكون نفس جديد ويعني يعني وتفاؤل يعني يكون ان شاء الله لا راه فيما يخص الملائم انا قلت ان عندنا اشكال قانونية لا يمكن اي نيابه عامه كانت ملكيه واضحه ووطنيه تنطبق وتسقط على جميع الاقاليم سواء الكبرى او الصغار ان هناك شروط معينه اجازه او ما يعادل مثلا من الدبلومات. ولكن السؤال دبلوم ديال سنتين هل يعادل الاجازه الجامعيه؟ وما يمكنش بالعكس اجازه سنتين احنا اربع سنين ما خليناها اخوانا احنا اربع سنين دابا يمكن ثلاث سنين يمكن ثلاث سنين ديالك وتجيب واحد عنده عامين في المعهد وتستحكم يعني انت شنو صحيح؟ انت تصير تكون جامعي تجيب هاد الناس وتساويهم بيناتهم هاد الاولى تيخدم حتى بنت واحد منهم 10 سنين اش غنديروا؟ ما اللي عنده 10 سنين غنجيبوا راه كانت وقعات وقعات في المجموعه غتجيب لنا شهاده شفت انك 50 متر ونعطوك الملائم اجل نقطه اخرى اعيد هذه قيس ها واش اذا كاين شروط ما كايناش ما يمكنش ما يعطيوش ما عندوش باش نضبطوها العديد من الجرائم تابعوا النيابه العامه وغلبوها في المحكمه الاداريه ما غنجيب حتى واحد باش نعرف غير هو كاين القوانين هي قوانين مشرفه القوانين ما تسمحش الدوله ما تسمحش تسولي النيابه العامه واش ما يعرفش فهمت انتم خويا انا جابوا لنا هذوك الناس نعطيك الابعاد انا هناك كان هناك توجه راديكالي من بعض اعضاء في مجلس الوطن بالاقصاء جميع المواقع اللي عندها اشكال في الملائمه واللي يضم تفاعلت بحسب المقام وما دافع حتى واحد واللي كاين دابا هادشي اللي وقع كانت هناك اراء راديكاليه من طرف بعض الجهات لاقصاء كل المواقع اللي عندها شرط مختل او مراجعه او حيت مثلا انت اكس ولا كراك معنا كان عندو بطاقه جينا هاد الناس قلنا ما احسن حيدنا ليه البطاقه كيراسلوا النيابه العامه حيت كاين الملائمه كاين هادشي للاسف ان النيابه تعاملت بحكمه مهمه جدا لان في هذه المناطق لم تصل حريه التعبير اكثر من هذه الشروط اللي هي زائده. فيما يخص انا اعيد نقطه اخرى انه امر محزن انه مدينه العرائش ما فيهاش واحد عنده لانيسونس هذا ما يمكنش يعني ما غاديش ديال العقل كاين ناس هذوك الناس واحد بالقانون ممكن يلاحموا ب 10 باش نعرف وميت الله انك غير سير هما لا ها انت واحد ما عندك بطاقه العريش كله لا كاين اللي كيشتغل خارج العريش وقالوا لي يمنع واخا يكون خارج العريش انا مثلا في كازا ممكن ندير لك الملائمه ندير لك الملائمه بما توفرت الشروط دوز عامين تولي انت تسلعم راسك القانون هو بعد ما ندير هذا هو الحل نجيبو مثلا ديك السيكره غيدير لك الملائمه غيدفع لك وثائق ديالك انت تخرج البطاقه الاولى غتكون فيها منتظرين
والثاني غتكون مهنيه. ملي غتكون مهنيه وغتولي انت هو مدير الرجل وانت غتطلع على الناس اخرين. هذه مرتبطه بالاشكال ديالك تقراو مع حد او كتشغلوا الناس اللي قراو هذه الناس ديال العرايش تيكون تيطلب فيها العديد من الصحفيين اللي زعما ممكن يساعدكم في هذا الامر. ممكن تسمح محمد الى واخا هي مسؤوليه ولكن ممكن يتعاون معاهم شي واحد. هذاك السؤال اللي طرحكم حيت ما فهمتوش الصحفي 15 سنه ما فهمتش السؤال. يعني فقط شي يمكن للصحفي او المرأة الصحفي واش يمكن يدي صدقة عامية مرة 15 عام ولا اقل؟ لا لا 15 عام انا وقع اللبس اللي وقعت لا لا بالنسبة لا انا عارف اللبس فيما يخص 15 سنة هو العضوية للمجلس الوطني باش ان تكون مرشحا مرشحا للمشاركة كمنتخب ماشي كناخب، لا خبرة عندك حق كمنتخب انت تقدم الترشيح ديالك توري خصك 15 سنة كانت 20 سنة والاتحاد المغربي للشغل هو اللي هبط على 20 سنة وحولنا 15 سنة هذا التاريخ هنايا مجموعة من المقتضيات هما مرغاو لأن الله تيآمنوا بصحابهم خصهم يمشيو هما شي ورثوا اللاعب واخا خاصنا نجاوبو على هذا وبالتالي البطاقة المهنية يكون فيك الشروط لا سي لي سيس العام الأول تعطوك متدرب العام الثاني تعطوك مهني عامين عندك أما ولكن هذه كلمة متدرب ليست انتقاصا من الوضعية القانونية متدرب غير بروتوكولية أما يوقف عليك صاحب بوليسي ولا شيء تعطيه متدرب راه لأن فوق تشوف أصلا فوق تشوف البطاقة المهنية سي كتشوفو متدرب ياك ماشي ماشي أي واحد تولي شاب معنا عام واحد وياخذ بطاقة ويمشي في حاله داروه ما هذا أما 15 سنة مرتبطة بالمجلس الوطني ممكن تعديل القانون للصحافة والنشر المطالبة بشكل أنا شوية منهج نكمل السؤال ديال سي إبراهيم هل بطاقة الاعتماد كافية بطاقة فيما يخص النصوص من المنطق القانوني الاعتماد غير لا يعترف به القانون الاعتماد لا يعترف به القانون ماشي الاعتماد شهر تدخل به كثير ممكن يا كسر قل بي تيران وكا محمد خامس ولا عبد الله مرشان قل بي عيزة ولكن أن تمارس العمل المحمي أمام مختلف السلطات تخش محتمى لنا تعريف لا يعتمد لا بس البطاقة المهنية عم تكون متحمية راس مثلا بعد التدريب ولا شي حاجة تعطس راه ما غادي غادي ماشي والو